قول لي جات لك ازاي الفكرة دي؟ هو انا بقالي سنه تقريبا بشتغل على بروجكت اسمه ذا بيوتي اوف ايجيبت، بعمل تحتيه كل البروجكت دي، وكنت عايز اربط بحاجه. دايما بستخدم الرسم بتاعي، انا اصلا رسام، فبستخدم الرسم بتاعي في ان انا ابرز الرسم بتاعي، وفي نفس الوقت ابرز المناطق الموجوده في بلدي، خصوصا ان احنا عندنا مناطق حلوه جدا زي اللي انا استخدمتها، ومعظم الفولورز اللي عندي اجانب، فدايما بيسالوني هي الاماكن دي موجوده فين، والاماكن دي نروحها ازاي، موجوده فين في مصر. فدي حاجه كويسه قوي لما بسمع ان الناس مبسوطه بالمناظر الموجوده عندنا. ده جميل جدا. انت بدأت المشروع ده من امتى؟ بدات المشروع ده من شهرين، وبدات البروجكت كامل نفسه من سنه. كل فتره حوالي 3 شهور بنزل مشروع برسومات مختلفه، بافكار مختلفه، بتعبر عن الاماكن اللاند ماركس اللي موجوده في مصر، وبتعبر برضو عن شغلي كرسام. ايه بقى ردود الافعال اللي بتجي لك على صفحتك؟ هي من الحاجات الحلوه قوي اللي تعتبر يعني احلى حاجه جات لي، ان في حد بعت لي قالت لي انا متشكره جدا ان انت عملت حاجه زي كده، لان اولادي يجوا لي بالايباد بيقولوا لي يا مامي الاماكن دي موجوده فين، وهم عايشين بره مصر. فبتقول لي انا قالت لي انا متشكره جدا ان انت بينت المناطق بتاعتنا الجميله اللي احنا في ناس كتير قوي ما تعرفهاش، واولادي جم اتبسطوا قوي لما عرفت ان هم شافوا المناطق دي وعجبتهم. انا لسه شايف دلوقتي ميكي ماوس في طريق الكباش في هو الاقصر. انا حاولت استخدم الشخصيات الكرتونيه اللي ممكن تبقى فئات العمر المختلفه بتحبها، يعني من 5 سنين ل 30 35 سنه انا فاكر الحاجات دي. جميل جدا. طيب وباقي المشروع عبارة عن ايه؟ المشروع انا بحاول كل فتره ان انا استخدم الرسم بتاعي في حاجه ريليتد بالمناطق السياحيه الموجوده في مصر، ان انا اشول للناس ان احنا عندنا مناطق جميله جدا زي المناطق اللي عندكم بره، ويمكن احسن، خصوصا ان معظم شغلي بره مصر، فببقى مبسوط قوي لما الاجانب بيدخلوا يقولوا لي الاماكن دي فين. وفي ناس جت فعلا وكلمتني قالت لي احنا جينا عشان شفنا الصور اللي انت بتنزلها وعايزين نروح نزور الاماكن دي، فحاجه جميله جدا. حاجة رائعة طبعا، ومجهود يعني تشكر عليه والله يا محمد. متشكر جدا يا استاذ عمرو. شكرا جزيلا فنان محمد صلاح. كل اللي اسمهم محمد صلاح يعني متميزين في حاجة كده. شكرا يا محمد.